أطلق بنك الشفاء المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوافل طبية مجانية بمحافظة بني سويف. وأعرب أهالي إحدى قرى المحافظة عن سعادتهم بالقافلة الطبية وخدماتها الطبية التي تنوعت بين الكشف وصرف العلاج بالمجان. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق بنك الشفاء المصري قافلة عيادات شفاء الخير المتنقلة بقرية الميمون مركز الوسطى بمحافظة بني سويف. احنا النهاردة موجودين في قرية الميمون مركز الوسطى محافظة بني سويف، ودي من أكبر القرى على مستوى المحافظة وأكثرها تعدادا سكانا يعني، وفي مستوى فقر كبير جدا في المحافظة، وفي نقص في الخدمات الطبية بشكل ملحوظ. احنا النهاردة موجودين بعيادات متنقلة فيها 6 تخصصات، رمد وعظام وبطنة وجلدية وأطفال وأنف وأذن وحنجرة، مستهدفين إن احنا نكشف في اليوم الواحد على 1500. كل اللي انا محتاجه من الحالة إن هو بيجي بصورة البطاقة وعليها رقم التليفون، ولو طفل صغير بيبقى شهادة ميلاد. بيجي بيقدم صورة البطاقة دي، بنبتدي نعمل له تذكرة دخول، بيروح على العيادة اللي هو محتاجها، لو ليه علاج بياخده في نفس الوقت، لو ليه تحويل إشاعات عمليات فحوصات بنبدأ نحوله لأقرب مستشفى تابع لبنك الشفاء. طبعا بعد ما بناخد الداتا بتاعتهم زي ما انتم شايفين احنا معانا اجهزه شامله لكل حاجه، محتاجينها لعياده رمد، نقدر نعمل نظاره، نقدر نكشف على كل امراض العيون، ميه بيضاء ميه زرقاء، اي مشاكل في الشبكيه نقدر نكتشفها، ونقدر نكتب تحويل اليوم مع عمليات او فحوصات المطلوبه، او نصرف لهم العلاج او نعمل لهم النظاره المطلوبه. العدد الناس لحد دلوقتي مكشف على زياده عن 200 حاله، معظمهم فيهم حوالي 5 أو 10 حالات تحويل، اللي هم محاولين العمليات زائد العلاج اللي بيصرف لهم مجاني. القافلة قدمت الكشف المجاني في تخصصات متعددة، وقدمت لأهالي قرية الميمون العلاج بالمجان، علاوة على تحويلهم للمستشفيات لإجراء فحوصات طبية وعمليات جراحية إذا لزم الأمر. نظام بصراحة يعني هو كويس جدا، كل حاجة مترتبة، كل كشف لوحدي والكشف مجانا والعلاج مجانا وعلاج كويس جدا. انا جيت النهارده كشف انف واذن، وكشفوا لي وصرفوا لي علاج على نفقه الدول. انا جيت وكشفت لابني في المجان واعطانا علاج. شكرنا على القافله اللي نزلت محافظه الميمون، ومشكرين على الدكاتره اللي جات اعطانا علاج ببلاش وكشفوا لنا ببلاش، والله يبارك لهم. الف شكر للدوله اللي وفرت لنا العلاج ببلاش ومجانا، والناس هنا تعبانه وعشان كده بيجوا هنا للناس اللي ربنا يبارك لنا فيهم. نشكر دكتور العظام اللي زي العسل وربنا يبارك فيه ويخليه، ونشكر بنك الشفاء المصري وينجون كلهم ويبارك فيهم. انا جيت قدمت كشفت عظام والدكاتره كشف عليا، وجيت خدت العلاج مجاني وامراض جلديه وكشفت وخدت العلاج مجاني وكل حاجه، وبشكر القافله.